أكثر من 100 طفل استفادوا من عمليات جراحية مجانية. وإسماعيل عليليش واحد من هؤلاء الأطفال الذي وجدناه في اللحظات الأخيرة لإجراء عملية جراحية هنا بمستشفى البيرين. إسماعيل عليليش وجاي ندير عملية في بيرين ودوني إن شاء الله نبرة ودوك ندير العملية والنخر. كم ديروا الفحوصات وكذا، وجاءوا أطباء داروا فحوصات وجروا فحوصات للولد وعطاونا موعد إن شاء الله، قال بأنه في حالة ما إذا كنا حددنا موعد للعملية نبعثوكم وتديروا العملية. هذه المبادرة شاركت فيها جمعيات مهتمة بالمريض واختارت هذه المرة جراحة الأطفال. اللي رانا نقوموا بهذا التنظيم وهو تحت إشراف مدير الصحة، لخاطر أن العمل تاعنا يكون مرخص، رانا نجو في إطار قانوني، نجيبوا أطباء من المؤسسة العمومية ومن قام القطاع الخاص. الحمد لله العمل تاعنا احنا والجمعية هذه كان يصب في نفس السياق، ألا وهي التكفل بالمرضى تاع المناطق النائية، والحمد لله ربي وفقنا وإن شاء الله هنا نتكفلوا بأكبر عدد من المرضى. نشكر إدارة المستشفى على فتح جميع الأبواب وتسهيلات اللي قدموها. سبق لمستشفى البيرين ونعرف مبادرات كثيرة في تخصصات طبية مختلفة. على ورقة الطريق المسطرة من وزارة الصحة المسمى بمخطط عمل للمريض البام، وذلك لتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمريض بتوصيات أيضا من مدير الصحة والسكان لولاية الجلفة بتقديم أفضل الخدمات الصحية لمرتفقي المؤسسات العمومية. تم إجراء 40 عملية جراحية في يومها الأول، وقبلها تم إجراء فحوصات طبية للأطفال بعدد 240 طفل. في هذه القافلة الطبية شهدت إقبالا واسعا من مرضى مختلف البلديات المجاورة، وأملهم مواصلة مثل هذه المبادرات.